هنا بالشركة العربية للمعادن المتخصصة في صناعة وتحويل النحاس، يعمل هشام بكل دقة وصرامة على تسيير وحدة عنبر الأفران، حيث تعتبر المرحلة الأولى في عملية تكرير وصناعة النحاس بنوعيه الأحمر والأصفر. هنا نذوبوا لا ماتيير بريمير، المادة الأولية اللي هي احنا عندنا نشريوها كخردة ولا كنحاس مستورد نقي، نذوبوها في الفور هذا وتخرج سو فورم دو كابل، تخرج على شكل كابلات تاع نحاس موجهة للاستعمال الكهربائي. يكون عندنا كابلات موجهة للضغط المنخفض، الضغط المتوسط والضغط العالي. هي شركة جزائرية مصرية تعمل على تلبية احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية، حيث تصل إلى إنتاج 850 طن شهرياً من النحاس بنوعيه وبمعايير دولية. مصنع عربية المعادن هنا حالياً بقدرة إنتاجية 850 طن بين منتجين النحاس الأحمر والنحاس الأصفر. النحاس الأحمر بنعمل 8 ملي كما حضراتكم شايفين، وال 8 ملي بتسحب لكل منتجات الواير بمواسات مختلفة حتى 1.020. وبالنسبة لمنتجات النحاس الأصفر كلها منتجات قياسية ستاندر مواصفات عالمية، وعندنا أكبر عملاء لنا شركة بي سي آر وشركة باج. العمل تاعنا متمثل في إطالة عمر الماكينة، وذلك باتباع خطط ومناهج كصيانة وقائية نقوم بها كل شهر، صيانة دورية نقوم بها بالحفاظ على المكن، وصيانة علاجية نحن نقوم بحل العطل في أقل وقت، وذلك لتسريع الوتيرة الإنتاجية. وبعد التسهيلات التي تحصلت عليها الشركة ورفع العراقيل عنها، تتجه نحو توسيع نشاطها والرفع من نسبة الإنتاج. احنا الحمد لله الآن عندنا تعيينات 150 فرد في الشركة عمالة. نقلنا المعرفة بتاعت السافوار فير من الشركة الأم للجزائر. بعد ما بدأنا واشتغلنا احنا عندنا طاقة إنتاجية 15,000 طن في السنة. بعد ما وجدنا كل التسهيلات ديت احنا خدنا قرار منذ عام بإضافة 15,000 طن أخرى، استثمار هو الآن قيد التنفيذ بستة مليون دولار. إن شاء الله في خلال 6 شهور من النهاردة سوف تكون طاقة المصنع 30,000 طن سنويا. ده كله بسبب التسهيلات ودعم الإدارات اللي شافت الجدية، مرافقة الدولة في جميع المصالح، سواء من مصالح التعمير فيما يخص منح رخص البناء وبسرعة يعني تمام بحيث يسمح له بالبدء في النشاط عن قريب، كذلك المصالح بالنسبة لجميع المصالح يعني حتى من امتيازات تاع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كذلك يعني من المرافقة تاعو يعني من خلال توسيعات المشاريع تاعو بصفة إجمالية، كذلك من بين أهم العراقيل يعني التي رفعها هو التوصيل بالغاز الطبيعي. شراكة جزائرية مصرية تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال الصناعة التحويلية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.